أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من السلسلة التعليمية للسور والآيات القرآنية. اليوم على بركة الله سوف نبدأ إن شاء الله من سورة الفيل، ونبدأ وبالقراءة ونقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، الراء فقط مفتوحة، لا نقول ترى، لا، ألم تر كيف فعل، فعل، ألم تر كيف فعل ربك، وليس ربك، ربك، بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل، الجيم ساكنة واللام ساكنة، فالجيم لابد أن نخرجها بشكل دقيق ونعطيها اضطراب بالمخرج ونقول: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم، وأرسل، وأرسل عليهم، ليس عليهم، عليهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل، مو أبابين، لا، لام وليست نون. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم وليس ترميهم، لا، ترميهم بحجارة، دققوا معي بهذه اللفظ، بحجارة، بحجارة من سجيل. هكذا إن شاء الله أتممنا قراءتها وننتقل إلى الآية الأخيرة: فجعلهم، فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم، فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. إلى هنا انتهت هذه السورة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى، وفي أمان الله.